سلام البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كي دايرين؟ بخير. كنتمنىكم كاملين تكونوا 5 5. هذا الفيديو غنبداه معاكم بحريشات، غنصايبو حريشات صغيرين. غنوريكم واحد الطريقه سهله الا بغيتوا تصايبو الحرشه بواحد الكميه كثيره ويجيوكم تاويين وبطريقه اللي بسيطه. ففي الحرشه انا عندي هنا واحد الكميه ديال السميده، عندي واحد المعلقه كبيره ديال العسل، تقدروا تعودوها نتوما بالسكر. عندي المليحه الملحه على حسب الذوق، ودرت واحد 8 غرام ديال الخميره ديال الحلوه. خلطت المكونات الجافه مزيان، من بعد ضفت الزيت اللي غيبسبس ليا هذيك الحرشه. كنضيفوا واحد الكميه كثيره باش ما كتبقاش تهرس، المهم القدر حتى تحسوا على انه هذيك السميده ما بقاتش بيضه وبالله صفارت، تبدل اللون ديالها. غنحيد منها واحد شويه باش غنحتاجو من بعد باش نقرص الحرشه ونطيبها. ومن بعد غنبقى كنزيد الماء. الماء اللي عندي عادي من الروبيني، يعني ماشي دافي ماشي سخون، ماء عادي من الروبيني. غنبقى كنضيف شويه بشويه وانا كنحرك، غير كنجمع هذيك الحرشه ديالي، ما كنعجنها ما حتى شي حاجه. القوام في الاخر خاص تكون خفيفه، ماشي جاريه، مي خاصها تكون خفيفه، لانه كنخليوها ترتاح واحد شويه، وهذاك الوقت اللي كترتاح واحد 10 5 ديال الدقائق كتزيد كتشرب الماء وكتماسك اكثر. بعد ما كترتاح ليا كنشعل البلانشا اولا الحديده اللي غنطيبهم فيها. من بعد كنرش سطح العمل بشويه ديال هذيك السميده اللي حيتها من الاول، وصافي كنبقى كنبسط الحرشه. السمك كيبقى على حساب الرغبه ديال كل واحد، كاين اللي كتعجبو الحرشه غليظه، كاين اللي كتعجبو الحرشه رقيقه، فانا كتعجبني يعني متوسطه ما بين وبين. المهم البنات كنبسطها مزيان وكنحاول اني نقادها في الجوانب باش ما تبقاش مشقه. من بعد كنجيب هذوك ليمون اللي كيكونوا كيتباعوا عند التينوس، وكنبقى يعني كتختاروا الحجم اللي بغيتو وصافي. وكنبقى كنطراسي هذوك الحرشات صغيورين هكا. البنات كتجيني طريقه سهله بزاف، لانه قبل كنت كنكورهم، من بعد عاد كندخلها الوسط. الوغ مين كنحيدها كنجي نحطها في المقله كديفورماليا، اولا كنت كندير داك سيركلو ديال الحديد، بعض المرات كان كيسخن كان كيشويني في يدي. فهاد الطريقه هذه فعلا البنات سهله سهله بزاف، وكيجيو الحريشات فيهم واحد الشكل اللي زوين. ومباشره كنبدا كنطيبهم دائما. هاد البلانشا في الاول كندير واحد النقيطه ديال الزيت وكندهن مزيان، يعني غير واحد النقيطه، هي راه ما كتلصق ما حتى شي حاجه. وكنشكر البنات بزاف 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 اللي قالوا لي جيهان راه حنايا مشينا خديناها من كاريفور وطيبنا بها، زوينه بزاف فريمون البنات. هاد المقله هادي براتيك، يعني انا كندير فيها الملوي، كندير فيها اللحم، كندير فيها كل شيء. الملوي يعني كيطيب ما كياخدش مني نهائيا واحد الوقت. الحرشه واخا دير واحد الكميه اللي كثيره كتهز لكم يعني بزاف، فعلا عمليه. وشكرا لكل وحده جربت شي برودوي او شي حاجه اللي انايا هدرت لكم عليها وخداتها وخدات من وقتها وكتبت لي تعليق. والحمد لله كنفرح ملي كنلقى يعني الاخوات جربوا بزاف ديال الحوايج اللي وريتهم او هدرت عليهم واعطاتهم واحد النتيجه اللي زوينه. وبعد الاخوات كيقولوا لي جيها راه جربنا هذيك الحاجه وعجبتنا بزاف، وراه في ما كنستعملوها كنبقاو كندعيو معاك. الحمد لله يا رب، الحمد لله. هذا هو المغزى البنات من القناه. حنا هنايا في الغربه يعني لحنين لرحيم، فكنحاول عن طريق اليوتيوب يعني نعاونوا بعضياتنا نشجعوا بعضياتنا. والحمد لله يا رب، الحمد لله اني كنلقى واحد التعاليق اللي زوينه وتعاليق اللي محفزه. المهم البنات شفتوا الحريشات راه دغيا كيطيبوا، كنبقى كنقلبهم مره مره حتى كيتحمروا ليا من الجهات بجوج وصافي. بالنسبه لدرجه الحراره يا اما كنستعمل هذيك الطوب يا اما اللي تحتها، يعني كنبقى كنلعب عليهم بجوج. وهذا البنات هو الفطور ديالي. شوفوا فطور بلا زواق بلا حتى شي حاجه. الحريشات راهم كيجيو زوينين، كيجيو هشاشين وسهلين، يعني ما كيطلبوش واحد الوقت وصافي. كنحاول اني ما يكون جالسه في الدار، نفطر مزيان ونفطر على خاطري، لانه الايامات الاخرى يعني الفطور ديال الزربه، كنحاول اني ندير الفطور اللي يكون متنوع وفي نفس الوقت يكون صحي. دابا البنات جيت نتقدى الخضره اللي خاصاني وغنجاوبكم، راكم عارفين من الصوات. بوينو سولوني البنات على الزيت ديال ميركادونا، هذا الزيت ديال لافوكا. الزيت ديال لافوكا البنات زوين، ماشي بحال الزيوت الاخرى. داك المره كنت هضرت لكم على الزيت ديال الازير، وكنت هضرت لكم على الزيت ديال اللوز، مي ديال لافوكا زوين. ديال لافوكا يعني في المكونات كتلقاو غير لافوكا، انا كنت ديجا استعملته الشعر وزوين. هادو البنات هما اللي كنت قاسمت معاكم ديال الحمام اللي كيعطيو الريحه، راه كاينين اللي
بالبخيز يعني بالضوء، وكاينين اللي يعني عاديين دائما كتسولوني عليهم، راهم زوينين بزاف، وغتلقاوهم في الجهة فين كيبيعوا الشمع. كتسولوني بزاف على فون دو تان اللي يكون كي يعني كيخفي العيوب ديال الوجه، الحبوب، كاين اللي عندها البشره حساسه وكيكونوا الجهه ديال الحنكين ديالها حمرين، كاين اللي عندها الاثر ديال الحبوب والبقعه ديال الشمس. هذا المكياج البنات هذا راه زوين، وحتى الثمن ديالو جد جد مناسب. كاين حتى هذا كيصلح للبشره الدهنيه، ما تيخليش هذاك البريو هذاك الزيت يبان في البشره. بجوجهم زوينين عامه لجميع انواع البشره، تيغطيو العيوب، عندهم واحد التغطيه من المتوسطه العاليه، والثمن ديالهم جد مناسب. وباش تعرفوا شي منتوج الشعر، السيروم، شامبو، اي حاجه واش فيه سيليكوناس او لا، كتسولوني هذا السؤال بزاف. راه حنايا كنقراو راه ما كتبانش لينا سيليكوناس. البنات ما كتكونش مكتوبه بحال هكا سيليكوناس، كيكون عندها واحد الاسماء خاصين، بحال مثلا هذا السيروم هذا اللي كتسولوني عليه بزاف. شوفوا كتاني مكون مكتوبه ديميتيكونول، هما لا سيليكوناس، يعني هما ما كيكونوش كاتبين سيليكون بحال هكا، كيكونوا عندها اسماء اخرين، من بينهم ديميتيكونول. الا لقيتوا ديميتيكونول عرفوا بان البرودوي راه فيه سيليكوناس. سيليكوناس البنات كتعطي واحد المنظر مزيف للشعر، كيبان لكم الشعر ديالكم هواد، كيبان لكم الشعر ديالكم ما مشنتفش، كتقولوا واو هذا السيروم واعر، ولكن راه ما تيعالج لكم الشعر ديالكم ما حتى شي حاجه، ونهار اللي ما ديروش غتشوفوا الشعر ديالكم كي غيكون كيعطي غير واحد الافيكتو مزيف، ما كيديروا حتى شي حاجه للشعر. وغنوريكم البنات الجديد اللي جابوا في ميركادونا. المهم هذا الشيء على حساب المنطقه، كاين بعض المرات بعض الاماكن اللي توصلوهم لي برودوي قبل، وبعض المرات يوصلوهم من بعد. شحال من مره كنوري حاجه وكتقول لي شي اخت راه باقين، راني مشيت وما لقيتهمش كاينين، كيكونوا كيجيبوهم من بعد. وشي مرات بعض الاخوات كيقولوا لي راه هادشي قديم، راه هادشي جابوه الشهر اللي فات. لا البنات راه ماشي قديم، راه مين كتخرج ميركادونا شي حاجه كتبقى كتوزعها، كاين المناطق اللي تيوصلوهم قبل وكاين المناطق اللي تيوصلوهم من بعد. المهم حنا الجديد اللي عندنا هاد الشاي هذا، هاد اتاي هذا ديال خيخيبري ديال سكنجبير، في المكونات راه فيه فقط 100% ديال سكنجبير. غنشوف فين دايرينو، ها هما البنات 100% سكنجبير. هذا الساشي فيه 20 وحده، فيه 20 ساشي، داير بأورو 30 الا ما خفت نكذب. المهم هذا البنات خديته باش نبقى نهار اللي نكون جالسه هكا في الدار نفطر به في الصباح، او بعض المرات الا كليت شي ماكله هكا حسيت بالمعده ديالي ثقيله، يعني بغيت شي حاجه اللي تساعدني على الهضم، نبقى نديرو مع الماء سخون. وبالنسبه للاخوات اللي كيحتاجوا شي حاجه انها تساعدهم على الهضم، سكنجبير البنات راه زوين، حتى الا عندكم طري غسلوه مزيان، قطعوه، خويوه بالماء طايب، خليوه يدفى واحد شويه يعني يولي بالحراره بحال اللي كنشربوا اتاي، وشربوه على الريق، راه كينقي الجسم ديالنا من السموم. وهو ماشي غير سكنجبير، سكنجبير حتى الحامض، ولكن دائما الانسان يراعي يعني الصحه ديالو. كاينين الناس اللي غيجيو معاهم شي حوايج والناس اللي ما غيجيوش معاهم حوايج اخرين. المهم اباغ الشوربه البنات خديته لشعري. سكنجبير فيه بزاف ديال الفوائد، فيه مضادات ديال الاكسده، تيعالج كاع المشاكل اللي كتكون عندنا في الجلد ديال الشعر، الحكه، القشره، و او ميم طون تيسرع الدوره الدمويه في الشعر، كيبقى الشعر يخلف، كيبقى الشعر يطوال. دونك النهار اللي ما يكونش عندي انايا طبيعي فغناخذ ساشي من هادو حتى نغسل الشعر ديالي ونخرج ونديرو في واحد البخاخ ونرشو على الجذور ديال الشعر، على داك الشيء خديتو. المهم باقي ما جربتو، اون فوا جربو ان شاء الله نرد عليكم الخبر. خديت البنات هاد البرودوي، هذا ماشي شي حاجه جديده اللي خرجات، مي انا ما عمري ما استعملته. هذا ما تديوش على الروينه اللي عندي اللور، يلاه دابا غنلبس عليا ونمشي نجمع الكوزينه. هذا البنات برودوي خاص للطناجر والكسرونات، الطناجر والكسرونات، حتى هو الثمن ديالو ما غاليش، داير شي اورو 50. اون فوا نجربو نرد عليكم الخبر. دايرين حتى ميم الا كانوا عندكم طناجر مثلا لصقت لكم شي لصقت لكم فيهم شي حاجه، فقط كديروا منه واحد شويه، تخلي واحد 20 دقيقه ومن بعد تحكوا الطنجره على حسب ما تيقولوا هما، زعما كيردوا الطناجر كيشعلوا. المهم انا كنت نجربوا ونرد عليكم الخبر. من بين الحوايج جداد اللي خرجوا عندنا هما هاد دانونات هادو. المهم بالنسبه للمكونات البنات ما فيهم حتى شي حاجه. هذا دانون ديال فاني انا كيعجبني بزاف، ديما كنقلب عليه ما كنلقاش، سيرتو في ليدو ميركادونا ما كنلقاش. راكم عارفين بسكوسه بدانون ديال فاني كيجي فيها واحد النكهه زوينه،
وهادو خرجوهم في ميركادونا جداد، 4 البنات دايرين اورو بالنكهه، فيهم الاكستراكت وفيهم المصخ خلاص ديال فاني، وهاد الدانون هذا كريمي، خرجوا جوج، خرجوا هذا ديال فاني وخرجوا حتى هذا بالموز والبرتقال ولي بسكوي، هادو بجوج. فوالا البنات هادشي اللي غنوريكم يعني كانوا بيضات. وبالنسبه للبنات اللي تيسولوني دائما على العطريه، البنات مشات لي السميه تحميره تحميره البنات ديال ميركادونا واعره واعره واعره، كتعجبني بزاف ديما يعني فيما كتقضى ليا كنمشي نجيبها. جربت شحال من حاجه ولكن فعلا التحميره ديال ميركادونا شي حاجه اللي زوينه بزاف. صافي هادشي اللي جابو كجديد، وبغيت نتقاسم معكم طبقي خديت شي تفيتيفات والخضراء الغدا. المهم البنات غنمشي غنبدل حويجاتي ومن بعد غندوز باش غنتواضع مع الكوزينه بلا ما احتاج نقلب ليكم شويه الكاميرا لانكم غتخلعوا، ومن بعد غنشارك معكم واحد لاطارت اللي غنصايبها بلاباط سابلي ولا كريم باتيسير، بغيت نصايبها اليوم قبل ما ننعس نحيدها عليا باش غدا يبقى ليا النهار غير ديال الكسكسو، راكم عارفين الكسكسو كيشد الوقت، غنصايبها وغنديرها في الثلاجه. في لاباط البنات غنحتاج 300 غرام ديال الدقيق، الدقيق يكون نوعيه ممتازه خاص للحلويات، ما ديروش دقيق ديال ميركادونا او شي دقيق اخر لانه ما غتصدقش معكم هاد الوصفه هذه، كيخاصكم غتجيكم جاريه وكيخاصكم تزيد واحد الكميه ديال الدقيق الو خاص الدقيق تكون نوعيه ممتازه. عندي 300 غرام ديال الدقيق، غندير معاها 150 غرام ديال الزبده، زبده حيوانيه هي اللي دائما كنستعمل وغنوريها لكم. غنحتاج 90 غرام ديال السكر ثقيل او السكر غلاس، وغنحتاج قبيصه ديال الملحه، بيضه انا استعملت الحجم ال، الى البيضه ما جمعتش لكم العجينه فكتزيد واحد المعلقه او جوج ديال الماء حتى لثلاثه حتى تجمع لكم العجينه، ولكن انايا بيضه ال كتجمعها ليا. وغنحتاجو ساشي ديال الفاني، وكنبقاو كندخلو الزبده فهداك الدقيق حتى كنوصلوه حتى كنحصلوا على واحد يعني الطحين اللي كيكون مرمل. غير هو البنات انا نسيت انا راه مين كندير الدقيق كنزيد عليه هذاك سكر ثقيل، عاد كندخل فيهم الزبده حتى كنحصل على واحد يعني الطحين اللي كيكون مرمل. هنا انا نسيت يعني كنت ملاهيه كنت خدامه كنصايب وكنهضر، فانتوما ماشي مشكل غنزيدهم من بعد، ولكن نتوما فاش تكونوا كتصايبوه يعني الدقيق زيدوا ليه السكر ثقيل، خلطوهم بجوج عاد داك الساعه تدخلوا فيهم الزبده، ومن بعد بقاو تضيفوا المكونات الاخرين. على سطح العمل وراني ما كندلكهاش ما كنعجنهاش، غير كنديها بالكف ديال اليد ديالي لواحد الاتجاه ومن بعد كنردها عندي وكنعاود العمليه جوج او ثلاثه ديال المرات باش ندخل البيض في المكونات الاخرين مزيان، ومن بعد غندخلها للثلاجه نص ساعه. وهنا ما تضحكوش عليا كتعرفوا البنات هذاك المثل اللي كيقول لك الحداقه بلا سروال وهو هادشي اللي وقع ليا اليوم. تصوروا تاجيت نبسط العجينه وكنلقى راسي انا اصلا ما عنديش الدلاك، كنعيا من نشري في المعن وتلقاي راسك راه النهار اللي جيت تحتاجي شي حاجه ما تلقايهاش. جاب الله لي ديباني تاع البنات بهذاك ديال فيلم اليمونتيغ ديبانيت به. المهم غنبسط به العجينه، السمك كيبقى على حساب كل واحد كيفاش كيبغيها. باش مين ندخلها للفران ما تنفخش ليا، كندخلها للفران اللي مسخن على 180 درجه من التحت ومن الفوق حتى تاخذ ليا هذاك اللون الذهبي ونخرجها. وغندوزو باش نصايبو لا كريم باتيسيير. البنات الطريقه ساهله وكتجي بنينه، عندي نص يطرو ديال الحليب كنزيد عليه واحد ساشي ديال فاني 8 غرام وكنديرو يسخن ليا مزيان، ومن بعد في كاسرونه اخرى كنشد جوج ديال البيضات كنزيد عليهم 100 غرام ديال السكر وكنزيد عليهم جوج ديال المعالق كبار ديال النشا،
وكنطربهم بالطراب الكهربائي مزيان 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 حتى يوليو ليا بحال الكريم. من كيغلى ليا الحليب كنزيدو شويه بشويه بشويه مزيان مع هذاك الخليط ديال الحليب اللي سخون، ومن بعد كنردهم للبوطه حتى كتعقد ليا. فاش كطيب ليا لاباط كنخليها تدفى واحد شويه، كنحيدها من المول، من بعد كنديرها البنات ورق الزبده وكنرد هذاك المول، باش هكا كتجيني ساهله من كنجي من كتبرد ليا وكنبغي نقدمها في الطبق ديال التقديم، كتجيني ساهله نخرجها، ما كتهرس ليا ما حتى شي حاجه، لحقاش انا المول اللي عندي البنات ماشي ديسمونطابل، يعني ماشي من هذاك اللي هذيك القاعده ديالو التحتانيه يعني كتهز، فهاد الطريقه هذه كتجيني ساهله. صافي كنخوي لا كريم باتيسيير من الفوق، كتجي ساهله وكتجي بنينه، ومن بعد كنزوق بالفواكه اللي عندي في الدار، الفواكه اللي موجوده عندكم زوقوا بها. من كتدفى ليا واحد شويه كريمه الحلواني كنلويها بفيلم اليمونتير مزيان وكندخلها للثلاجه تبرد ليا مزيان، كل ما بردت كل ما كتجي حسن. انا غنخليها حتى الغداء عاد غنقدمها. نتوما البنات الا كنتو مثلا باغين تقدموها في العشيه فصايبوها في الصباح ودخلوها للثلاجه خليوها كتبرد مزيان وراها كتجي بنينه. انا من احسن الطورطات عندي هما هاد اللي طاحت فحال هكا من كيكون الحال سخون، واليوم راني دشنت هذاك المول اللي خديت من ليدل، راه هو هذا البنات كيجيو فيه لي طارت وكيجيو فيه لي كيش زوينين. وهذا البنات هو الشكل النهائي. اليوم كانت عندنا واحد المناسبه تجمعنا، بديناها بكسكسو ومن بعد ساليناها بالحلاوي وبالسقاط، عرفتي الريجيم، صافي راني خصني ندير الريجيم. المهم اليوم كان عيد ميلاد ديال راجل اختي، تجمعنا واحتفلنا. لا طرطه البنات هي كيف ما شفتوا كيفاش كتجي، لا بات صابلي كتجي زوينه وكتجي فتيتيه، رغم انها كتجي كروخيانتي كتجي فتيتيه دغيا كدوب في الفم. كنتمنى انكم تجربوها. ودائما البنات كنبغي نشارك معكم شي حاجه اللي غيقدر الانسان يستفد منها، فكنتمنى انكم تبارطاجيو القناه، كنتمنى انكم تشجعوني بلي لايك باش نعرف راه الفيديو كيعجبكم، بارطاجيو القناه مع الاصدقاء مع الاحباب ديالكم الا كنتو في شي جروب، بارطاجيو القناه. وكنشكر كنشكر بزاف الاخوات اللي كيبارطاجيو يعني الفيديوهات ديالي في الجروبات في الفيسبوك، جزيل الشكر لكم، وكنضرب لكم موعد في فيديو جديد ان شاء الله. خليتكم في امان الله.